وانا بالنسبه لي انا كاحمد حسن عملت لهم اعلان. يعني انا بالنسبه لي مثلا انا لو هطلع لايف زي دوت لاي اعلان مش هاخد اقل مثلا من 25 30 الف عشان اطلع لايف اعمل اعلان. انت فاهم قصدي؟ هتشوف معانا النهارده ازاي قدر ينصب عليهم وزود لهم المشتركين 23 الف مشترك في ساعه واحده على قناه يوتيوب، وبعدها بساعه اول لما مسح اللايف كل المشتركين دول راحوا، والرد كان حضراتكم سمعتوا جزء منه، تابعوا الجزء اللي باقي معانا داخل الحلقه. السلام عليكم اصدقائي المحترمين، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده مع منعم. نبدا كلامنا بالصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. واحنا النهارده هنتكلم على الموضوع بتاع البلاغ المقدم ضد احمد حسن وزينب، بس الاهم من ده بقى لان احمد حسن وزينب بامانه بقوا، يعني احنا قلنا ان الموضوع ده يعني زي مدرسه كده، وفتح بعدها عدد كبير جدا من الناس اللي ابتدت تستحل زوجاتها وتنزلها للناس كلها كده على الملأ، وما يفرقش معاها الناس تقول ايه، الناس تشوف ايه، المهم الفيوز والفلوس. فالقصه كلها بقى ان احمد حسن، طبعا حضراتكم عارفين القناه بتاعته كبيره جدا، وفي الاف من القنوات عندهم الامل الكبير ان القناه بتاعتهم تكبر، سواء بقى عن طريق الدعم، عن طريق قنوات اليوتيوب تعمل لها دعم، او يعمل اعلان على اليوتيوب اعلان ممول، او يروح لقناه تعمل له اعلان. وللاسف الناس اللي بعتوا لي الحاجات دي حظهم العاسر وداهم لشركه ماركتنج تبع اليوتيوب، قالوا لها افضل حد هيزود لك المشاهدات هو احمد حسن وزينب. ولما راحوا لاحمد حسن وزينب بعتت له كده ان هي عايزه تزود المشاهدات، تخيل حضرتك طلب منها مبلغ كام عشان يحط القناه بتاعتها ضمن مجموعه من القنوات، حوالي 20 قناه عنده، طلب منهم 8000 جنيه. مش هيقول القناة هي مين، مش هيقول الناس روحوا اشتركوا على القناة دي، مش هيروح يعمل لهم اعلان او ينزل لهم ستوري او اي حاجة، لا لا خالص، ده هو بس هيقول انا عامل مسابقة واشتركوا على القنوات دي. خد منهم 8000 جنيه. حضرتك اضرب ال 8000 جنيه في ال 20 قناة اللي موجودين ب 160000 جنيه. وكان بيقول انه هيعمل ده في فيديو من فيديوهاته كداخل مسابقة يعني، ولكن ده ما حصلش. واللي قال لهم لا ده انا هعملها في لايف، وطلع في لايف وطلب من الناس تشترك في القناة وتبعت له سكرينات كالعادة يعني، والناس فعلا يعني، او مش عايز اقول كلمة مش حلوة، المتابعين التابعين لي راحوا واشتركوا في القنوات. فاللي حصل بقى ايه، ان القناة دي كان عليها 4000 مشترك، واللي حصل ان في خلال ساعة واحدة زاد عدد المشتركين من 4000 مشترك ل 27000 مشترك. طبعا دي مفاجأة، وتقريبا هو لا وفى كده بوعده، لان هو كان قايل في الاعلان ليهم ان العدد هيزيد من 20000 ل 40000 مشترك على القناة. هو محدد الرينج ده ما بين 20 و 40000. طب وبعدين ايه اللي حصل بقى بعد الخطوة دي؟ اللي حصل ان مجرد ما هو خلص اللايف بتاعه، وبعدين قام ماسح اللايف ده طبعا لان في مسؤولية قانونية عليه، بعد ما مسح اللايف قام القنوات دي اللي كانت اشتركت، ان كانت قنوات مش حاجة او خدعة معينة بتتعمل انا معرفش ايه هي، لان اللي حصل ان 27000 مشترك اللي كانوا موجودين على القناة بعد ساعة واحدة رجعوا تاني ل 4000 مشترك. حضرتك متخيل؟ فانت ما تعرفش بقى هل في حاجة معينة، ثغرة معينة تمت، ولا في روبوتات، ولا في حاجة كده غريبة يعني بتحصل، ولكن تم سحب ال 23000 مشترك مرة واحدة. ولما جم الناس بيكلموه، طب انت كده ازاي 27000 انسحبوا مرة واحدة بمجرد ما انت مسحت اللايف؟ ده انت حتى ما لحقتش توزع جوائز المسابقة عشان نتوقع ان ناس ممكن تخش وتلغي اشتراكاتها. وحضرتك لو متخيل معايا ان مش من 27000 لو حد هيخش يلغي اشتراكات منهم مثلا 7000 10000، لكن لا، ال 27000 بقوا رجعوا تاني 4000 مشترك، يعني 23000 جم وطاروا في الهواء بعدها بساعة. طيب، وطبعا بعد الكلام ده هم كلموه وحاولوا يبعتوا له مرة واثنين وثلاثة، وحضراتكم ده الرد بتاعه. وانا بالنسبة لي انا كأحمد حسن عملت لهم اعلان. يعني انا بالنسبة لي مثلا انا لو هطلع لايف زي دوت لاي اعلان مش هاخد اقل مثلا من 25 30 الف عشان اطلع لايف اعمل اعلان. انت فاهم قصدي؟ فانا طبعا عملت لهم اعلان اكن ده منتج وانا عملت له اعلان.
تمام. بس فانت ممكن تعرفهم بقى، تقول لهم مثلا احنا يعني احنا ما قصرناش معاكم، عملنا اللي علينا، المشكله دلوقتي بتاعتكم مع الدعم، يعني الدعم هو اللي قادر يرجع لكم الناس اللي هم شالوهم منكم تاني، يعني الدعم قادر يرجع لهم السبسكرايب اللي اتشالوا عندهم تاني. فهم يتواصلوا مع الدعم ومنهم للدعم، احنا عملنا اللي علينا وما قصرناش معاهم في اي حاجه، وعملنا لهم الاعلان وفي ايه بوسه كمان، انت فاهم قصدي؟ بس ومن ناحيتنا احنا والله لو عملنا مسابقه تانيه هنضيفهم فيها، انت فاهم قصدي؟ فانا كده مش مقصر معاهم في اي حاجه خالص. بعد ما حضراتكم سمعتوا، انا ولا هتكلم في قانونية الكلام ولا ده يبقى نصب ولا مش نصب ولا اي حاجة، لان انا في القانون مش شاطر قوي او مش ضليع قوي ان انا اقدر افصص حتت زي دي. فالنقطة كلها ان انا بحذر حضراتكم وبقول لكم هو على اللي حصل، هو شايف ان هو كده مش غلطان في حاجة، وان هو عمل اللي عليه وعرض منتج زاد بقى زاد، ما زادش خلاص. في حتة زي دي تقدر تقول طبعا ان هو عنده حق، لكن هو كان موعد برقم معين من 20 ل 40 ألف، وده ما حصلش خالص. انا بقول للناس عشان الناس تتوعى من حتة زي دي، وخاصة في الجزئية بتاعت انا لو هعمل قناة مش هاخد اقل من 25 ل 30 ألف جنيه. انا مش عارف يعني، طبعا هو حر يعني يسعر زي ما هو عايز، بس انا بقول لحضراتكم مبلغ 8000 جنيه عشان حضرتك تدفعه عشان حد يحط لينك قناتك، ده انا بيتهيالي لو المبلغ بالنسبة لك قليل فبالنسبة لناس تانية رقم كبير. ولو حضرتك شايف ان الناس اللي حصل لها كده احسن وتستاهل، يعني ما ينفعش ابدا يكون ده مبدأنا. احنا بنوعي الناس، احنا بنحاول نقول للناس خدوا بالكم ان في طرق جديدة لسه ممكن يكون القانون ما بيحاسبش عليها، لكن احنا بنقول لكم خدوا بالكم منها، مش عايزين اكتر من كده. اما بقى بخصوص القانون الموضوع التاني بتاع احمد حسن، ان قبل كده كان عليهم قضية سابقة وتم غلقها لمصلحتهم ولمصلحة الطفلة، ان هما كانوا بيستغلوا الطفلة لجذب المشاهدات وجذب المتابعين اكتر، ولو بتحبوا ايلين اعملوا لايك والحاجات اللي بيقعد يعملها كتير قوي دي. فلما كان تم التقدم بكذا بلاغ ضدهم، هم تحاولوا يتراجعوا والموضوع ابتدى يموت بشكل عادي، وتعهدوا كتابيا بعدم تكرار حاجة زي دي. ولكن الموضوع اتكرر، وحضراتكم شفتوا الفيديو اللي زينب فيه دهنت وشها باسود وقامت طالعة بيه على بنتها وخوفتها وفضلت تضحك، وعادي جدا الموضوع. وطبعا هم ماضيين تعهد بان حاجة زي دي ما تتكررش. المهم المجلس القومي للطفولة والامومة تلقى 16 حالة ابلاغ عن الموضوع بتاع احمد حسن وزينب، وفعلا تقدموا ببلاغ في الطفولة والامومة بمكتب النائب العام، ليه؟ عشان خاطر يعني التهمة بتاعتهم تبقى تهمة الاتجار بالبشر، لان هم طبعا يعني شايفين ان هم غير جديرين بالتعامل مع البنت، فده كده يعني حطوه تحت مسمى الاتجار بالبشر. فدي عقوبتها من 5 سنين إلى 25 سنة لو ثبتت التهمة. والكلام ده كان على لسان الاستاذ صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة. كده انا بلغت حضراتكم بكل حاجة ناحية موضوع احمد حسن وزينب. وسبحان الله كان جاي لي الموضوع ده بالتزامن مع البلاغ اللي اتقدم ضدهم، فانا حبيت اعلن لحضراتكم. لان كمان في حاجة تانية، ان احمد حسن وزينب تقريبا بيستعدوا للرحيل، ان هم هيسيبوا مصر اصلا ويبقوا قاعدين في دبي. فاحنا مش عارفين بقى ايه مدى حقيقة حاجة زي دي، فياريت لو في اجراءات هيتم اتخاذها ياريت يتم اتخاذها بسرعة، لان الموضوع ده دخل كل بيت وبقت حاجة مستصاغة وشكلها مش حلو ابدا. فاحنا مش عايزين حد يطلع تاني بكرة يقلد اللي بيعمله احمد حسن وزينب مع بنتهم. بس انا طلعت لحضراتكم وحذرت بس من ناحية الموضوع ده، ومعنديش حاجة تاني اقولها. وشكرا ليكم، كان معاكم منعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.